وقفنا عند السجن الثاني. إيه؟ ليش سجنت مرة ثانية بعد ما رجعت؟ والله ليش ما أعرف الصراحة، إلى يومك أنا ما أعرف. عام كم إحنا نحكي الآن؟ عن كم؟ عن 98 99 حولها. إيه. لكن صار فيه، وش اللي صار؟ ما أعرف بالضبط وش اللي صار. جو بيعتقلوني وتهاوشت معهم في الشارع للأسف يعني. نشرت أنا مقال كان اسمه النسبية والظن في الشريعة. النسبية والظن قبل السجن ولا بعد السجن؟ لا قبل السجن. قبل السجن؟ قبل السجن. لا ذاك المقال 99 في الحياة 99. أكتوبر صحيح. أيوة. فنشرته، فقام رد علي ناصر الفهد. طيب. طالب علم سلفي من ينتمي لتيار السلفية الجهادية، هو رد علي بثلاثين صفحة تقريبا. هو المقال قصير أصلا، ما هو بس إنه هذا مقال تراكم سنوات، هو يعبر عن فكرة بدأت قبل السجن وتطورت في السجن وتطورت أكثر في الغربة حتى وصلت إلى مرحلة التعبير عنها. ولذلك كان بالنسبة لي رده سخيف، لأنه أنا متمكن من الفكرة ومتشرب وعندي. إيش الفكرة اللي تبي توصلها أنت وقتها؟ أن النسبية والظن في الشريعة هي الأكبر. هذا بعد كلام، بعد قراياتك في موضوع المقاصد، هذا اللي طلعت فيه. قراءاتي في الخلافات الفقهية في الأصل، قلت لك في السجن، في السجن الأول. وأنه خلاص فيه فكرة أنه الدلالات ما فيها قطع، هي نسبية وظن ثم بعدين تتوسع في التفسير وفي. بس كانت هذه علامة على أنه عبد الله أبجد تغير. إلا صحيح. لأن الردود كانت كبيرة يعني على المقال، لأنهم عرفوا يعني أبنتوا أنني تغيرت بشكل واضح. يعني كانت إعلام موقف أكثر من أنك إعلام فكرة. ها؟ كانت إعلام موقف أكثر من أن إعلام فكرة. ولذلك حاولوا إحراقي أنا وليس الرد على الفكرة، وإلا الردود اللي خرجت على المقال في المقياس العلمي ضعيفة جدا، ما لا يمكن أن تجابه الكلام المكتوب. يعني ما كانت حرب أفكار، كانت حرب مواقف، كانت حرب شخص. يعني لا تروح أنت في هالاتجاه. يعني كانوا هم بيرجعونك ولا بيحرقونك؟ يبي يرجعونك. إيه. ويبي يروعونك عشان ترجع. إيه. بس إنهم الصراحة ما. طيب إيش دخل السجن في القصة دي؟ ما له دخل. أعلمك، تجيك السالفة عقب. إسلم. نشر المقال وجاء الردود. أنا برد بس أحتاج بعض المراجع. إيه. بس إني جتني فلو هاك الفترة وطحت في البيت 3-4 أيام. يوم تشاويت شوي قلت خلاص بروح مكتبة الملك عبد العزيز العامة، عندي بعض الكتب أحتاجها وأنا طالع جوني المباحث بيعتقلوني وأنا مريض وما أدري وش هو. المهم قامت الهوشة في الشارع. وحنا اللي هوشة مع مين؟ مع المباحث. لحالك ولا معك أحد؟ حتجمعوا اللي حولنا في الحارة جماعتنا وتجمعوا، وهذه قصة من خلاص راح عليها ربع قرن. أسلم. تجمعوا تهاوشوا وما تهاوشوا وسووا وفعلوا واتركوا وطلعت انحشت أنا، فكوني خلاص. يعني بعد في النهاية لازم قرار أنك ما تسوي مشكلة كبيرة خلاص. رح قال لي حتى كذا الضابط أذكر قال رح ونبنجيبك. طيب وهذا اللي صار، أنا جيت براسي ما أحتاج أنه يجيبني يعني. ولذلك أصلا هي كانت خطأ. أنا أصلا هاك الفترة كمل وش بعد أقول لك، أنا هاك الفترة لو كلموني تليفون جيت أمشي، ما يحتاج يرسلون لي أحد يعني. رحت وبعدين رحت عن طريق من جماعتنا عبد العزيز بن جامع الله يرحمه، وسلمت نفسي للأمير سلمان بن جامع. شفع لك عند الأمير سلمان وقتها. إيه؟ أمير الرياض. أنه ودخل عليه ورحت معه لإمارة الرياض ودخلنا على واستقبلني كذا. وكان يقول لي أول ما دخلت عليه كان يقول الله يهديك يا عبد الله، الله يهديك، أنت ما تدري لو الشيء اللي سويته أكبر من الحين طالبينك عنده. قلت له أنا أني تسمح لي طال عمرك. قال لي اسمح لي بتكلم. بتكلم يعني. قال لي تفضل. تكلمت وشرحت له وش المشكلة وش وقلت له أنا تعبت، أنا والله لا يعني لي دخل من قريب أو بعيد ولا لي أي علاقة، وإذا يعني بيجيك الكلام إذا لي أي دخل في هالمشاكل اللي صارت ذي كلها مو بس تعاقبني، قص رقبتي تراها حلال خذها. هو جاز له الكلام الله يطول عمره. قال لي بيض الله وجهك، يعني ان انصفت من نفسك يعني. وبعدين قال لي يعني القصه انا رويتها اكثر من مره، ان هذا اخوك وهذا ابوك وهذا جدك، وش سووا وش ما سووا وش
الملك الله يطول عمره يعني هو مؤرخ وهو متقن لمعرفة الناس. يعني أنا كتبت عنه مرة مقال سميته قصة مع كل مواطن، لأن تقريبا هو يعرفك، إذا ما يعرفك يعرف أبوك، إذا ما يعرفك يعرف جدك دفنت لي هو يعرفه، والجماعة اللي أنت منهم، وهذه مقاطع موجودة وقصص الناس مع الله يطول عمره. وهذا جزء من سياسة الحكم في الجزيرة العربية منذ القدم، الحاكم الحقيقي يعرف الناس، يعرف من هذا وما علاقة هذا بالآخر، ويعرف لو أبا أدخل في المجال هذا ما خلصنا. فالمهم كمل القصة بعدين. اي رحنا دخلت السجن وقعدت يمكن تقفيل ملفات، كانت يعني ما طولت، يعني ما طولت يمكن شهرين ونص وثلاث أو ثلاثة. والمشكلة ما هي على القصة اللي أنا أعطيتهم، مع أنها قصة وطلعت جواز مزور وسويت تروع القصة، وأنا هاك الأيام شاب. أنت اعترفت في ما يبونه ولا درعوا أنا، بس أنا خلاص ما عاد أتحمل. إيه تبي أن تبدأ من الصفر، تبي تمسح اللي راح. أبي أمسح كل شيء. وأنا بعدين الحمد لله كنت في السجن، توفى أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. كان يوم خميس أظن، فجوني قالوا لي إن أحسن الله عزاك والوالد توفى، عندنا أمر من الأمير سلمان إنك تطلع تصلي عليه في المسجد وتستقبل التعازي في المقبرة. رحت صليت عليه الله يرحمه، ورحنا المقبرة وتقبلت التعازي ورجعت بعد 7 أيام بالضبط الخميس اللي بعده وأنا في بيتنا. وأزيح هموم، تعرف شاب عمري 24 ولا حولها، وحامل هذا الثقل ذا على ظهري، يعني سجن وغربة وجوازات كل قصة أكبر من الثانية وكلها على ظهري، كلها طيب متى بأتفرغ لحياتي، متى بعيش، متى وأنا متغير من السجن من عام 90 وأنا التغير بادي معي، وكثير من الأمور محلولة. فجاء سبحان الله خيرة يوم قابلت الأمير الملك سلمان الله يطول عمره. يعني الملك سلمان كانت نقطة انطلاق صفري تصفير المشاكل، ما في شك. أعطاني رجعني إنسان جديد، قال إنك خليك مواطن صالح وكمل حياتك.